الآن وفي 15 دقيقة نبقى مع رمضان غادي يبرز أهم ملامح الطفرة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في السنوات القليلة الماضية. وحاضر فترى جميع الناس بمختلف مناطق المملكة أبناء هذا الوطن أصبحوا دما واحدا، فأبناء جنوبه يذودون عن شماله وأبناء شماله يذودون عن جنوبه. إلى عرض تقدمه الأخت هدى هو عرض عن المملكة العربية السعودية التنمية والنهضة. لتصل